المشاركة كانت كنت في الزيارة تنظمت المناسبة المرور 5 سبوسة في الاستشهاد ومثلا محسن فكري ومو خمس سنة استشهاد 29 أكتوبر 2016 تنهارة أتيغا عزان 5 سبوسة بعد نريو إراد وار ما تيرينو سيد السبتين عزان تيريد مقابر تقريبا يعني ذكرين نيشان ولكن إرادين التزامات إرادين إكراهات حول تدون على أنه نتمكن قل الفريق باش ننظم الزيارة نهار الكذاب يعني قل الأجواء ذينا الممطرة رغم ذلك يعني الإخوان الأخوات عبر خلي استعداد نسن على أنه شاكن قي الزيارة يثا ودسن الترحمن مجددا الروح الشاهد وحسين فكري أو مقتسنم يعني نجند الشاهد نتاج يعني لا مبالاة التعامل تما يعني لا مسؤول المسؤولين في مختلف الإدارات كوميسارية نغل العدل نغل الفلاحة نغل البيطاريات نغل ذني رمويي نسبا يعني قل وفاتينس قل ظروف سنة تذكر شيء يعني مؤلمة ومأساوية وهو يتوطحن يعني كميون نباسورة بعد ما يوفيش الأذن الصاغية ندس غيسجن على الأقل يمين إقاذ من يعزو ذموخ كيس غتفعل نسجن شكل يعني معقلا على أي حالة ور يعني في الموضوع توتم قيمين عزان قاربي ذي وذنيك سيورن لقي الإعلام قي مختلف الوسائل يعني المتاحة الانترنت التلفزيونات الجرائد إلى آخره شي نهار غاش ميدنتاس يعني نبد غون درينس غاسيج القيمة رمزية أولا تما نتذكر ونذكر يعني وذنيك غيتفاعل قي الله يفواني غنغيزان يعني التقارير غانك فيما بعد على أنه زعزا غيج المأساة نسبن كيجن مجموعة من الأحداث نريد جن ديجن الشرارة باش تنطلق جن الانتفاضة عارمة جن الهبة جماهيرية ضمغا شاكن قسل الألفي وذن كيجن دينة الحسيمة وذمتد غا مراكز ودواوير يعني نعرف من يكمر كي قمزوان كي ماسين كي بوعياج كي حذيفة كي ذاك كي الناظور كي دريوش كي مسامان كي مختلف مكان يعني ريج التضامن الوقوف التأييد في تطوان في طنجة في وجدة في مكان نظن دار البيضاء إلى آخره يعني زعما نذكر كورجي وما نيتي الجاية على أنه نفكا ونطرح سؤال أنه بعد معدن 5 سكوسة ماذا استجد يعني على المستوى المحلي وعلى المستوى نعرف من يكمر نغير مواطن المغرب أم من تكمر ماذا نشي التغيير ما المسؤولين بدرن طريقة التعامل ما يعني هذا الشيء الجديد ما يتم الاستجابه غير المطالب مزيكاني حذريا يعني قيل انتفاضه نهين نستغرق تقريبا شي 6 شهور 7 شهور انتهت يعني الاعتقالات الزج قيل السجون قيل مجموعه من الشباب ومازال الى حد الان يعني ذين شي نقتضي 10 يعني قيل اقبيين السجون ذين وذان 20 سنه ذين وذان 15 سنه وبالمناسبه باش نجدد المطالبه نص الاطلاق الصراح نصن إطلاق الصراحة ومثلا الزفزافي نصا نبيل حمجيق محمد الحاكي محمد جلول الدهشور ذي غيظ مرة إني نقي من عاد غير حبس نتاج الموقف نسن غير الرأي نسن غير الاحتجاجات نسن المطالب العادلة والمشروعة 5 سنين زعزع نطرح سؤال ماذا تحقق وتجي نهاري خصها جوبر وقدري ماذا السؤال نطرح كلشي خويا ويا يعني مين يوقع ما دينشي الجديد ما دينشي الطوغية على المستوى الإيجابي يوقع حدث مأساوي يخلف احتجاج ثم يخلف عاوتاني اعتقال مداهمات يعني الزج قوذان حذريين قيل معتقلات اضطرار العدد عاوتاني أظاور الضفة الأخرى باش يعني نقذني خفن سنزي المآسي اللي تعيش ذاك الوطن هو أنا يا كرشي يعني المناسبة ذات الشغل فرصة ياتا باش نستحضرك ويا ويا أقسم السيور باش نسلمو خانو غادا لأن الهدف محسن الله يرحمه أخي حمصيد ربي ولكن الهدف هو مخان غزار أذاف مخان نوظف يعني من يعزن سلماء أسيد من يوقع عن كورشي باش نسلمو خان تفعل قل المستقبل لغة الطلب غسكو ما كان غدا قندر الشاهد محسن فكري أنغى الفاتحة ترحما خروحينس الطاهرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أضي أحمى بي المرحوم فكري محسن فكري، أضي أحمى جميع الشهداء الحركة الاحتجاجية، جميع الشهداء المقاومة، وإن شاء الله يعني نتمنى يجني وسن دي سبحان إذ مواطننا دي وذن يتعيشن قد مواطننا دي وذن ما يتعيشن وخن غيك سي ربي يعني وخد الجائحة يزن كورونا نتجن خرق مشاكل المنظومة من يكمل أقا حتى كي غنغداو مثلا فؤاد نتجن دي جن ديج المناضل ديال الحراك الشعبي وخد نداني داني يعني الضريبة ندرت سنين في السجن نتاج يعني الانضمام سيدي احتجاج هو العارم تشهد المنطقة المطالبين إلى جانب باقي يعني المواطنين المنطقة من أجل يعني حق مجموعة من المطالب ذات طابع اقتصادي اجتماعي ثقافي حقوق يعني عادلة ومطالب إلى الجنت جد جد مشروعة لا يختلف عنها اثنان، ولكن السلطة والحكومة والحاكمين ارتاء على أنه تعمل سجن الطريقة نظنك الحادثة ونيتين، وبالتالي حاولا أضشيتنا نحاول أن تسمى صدرقا مجموعة من التهم باش أذفن الوسيلة باش أذعذان أسفل عام وصلنا الحركة الاحتجاجية. We'll be right back.